اسرع. بولش اكشن اول مره فاجأتني. انا مش عايز اقعد زي البنت لان انا مش بنت. شغل البيت انخلق للست. ساعات بحس انه عيب ان الراجل يساعد في شغل البيت، يعني ده بيقلل من رجولته. اللي بعطيني الحق اني اضرب مرتي لما ما ترد على كلامي مش لا مش قادره اجاوب هذا السؤال. طبعا من حقي اضرب مراتي. جوزي ما له أي حق إنه يضربني أبداً. ما بضربش مرتي. ساعات ممكن أنا أعمل حاجة غلط فتستفزه فبيضربني. الست لو عايزة تشتغل ممكن تشتغل، بس يعني تشتغل كده إيه كام ساعة في اللذيذ عشان ترجع البيت تشوف اللي وراها. هلا شوفي، الست ما بينفع تستلم منصب بشكل عام. إيه ليش لا؟ يعني شو اللي بيمنعه؟ عندها عقل بتعرف تفكر كتير منيح. يعني معروفة هي الست ما نحملهاش أكثر من الطاقة. إذا خطيبتي حدا اغتصبها؟ لو تعرضت للاغتصاب غالبا هسكت، يعني هحاول أخبي على أكبر عدد من الناس، مش هقول لحد. ما بعرف. امبوسيبل، ما نقدرش نتزوج بها مي نوصلوا لحل. الثاني يقدر يتزوجها. الناس مش تتقبل حاجه، تفتكر مثلا ان انا اللي غلطانه، كنت لابسه مش عارف ايه. تركتها اكيد وفضحتها كمان، صارت عايبه. لو تم اغتصابي وانا متجوزة وهو معرفش مش هقوله لا، عشان ده ممكن يقللني في نظره، ممكن يبدأ يشك فيا. اتركها لان ما احب اللغوصة. I'm struggling. Okay. طيب لما عطيت نفسي مكان البنات وما جاوب على الأسئلة دي حسيت لا، حسيت ان انا عايز افضل زي ما انا كده احسن. حسيت بالمعاناة اللي بتعيش. حسيت مرهقة من يعني المسافة بين الدور وجهة نظر الرجل ووجهة نظر المرأة في مجتمع واحد. اتضايقت جدا، اتضايقت واتنرفزت كمان. انا عمري ما حطيت نفسي في المواقف دي، بس لما حطيت نفسي فيها حسيت انه في ظلم غريب على الستات. يعني انا حاسه ان اي حاجه بقولها دلوقتي مخالفه لمبادئي. يعني واحد من الاشياء اللي يخليني ما اتعايش مع مجتمعي اني حاسه انه انا ما ينظر لي كانسان ولا كمواطن، انا ينظر لي كمراه. فدائما انا حاجه من الدرجه الثانيه، مواطن من الدرجه الثانيه، انسان من الدرجه الثانيه. حجج الرجل وهو بتحكم في حياه المراه في حياته هي بالاغلب تنبع من رغبته انه يحافظ عليها او انه يحميها. بس اللي نفسي اقوله انه احنا كثير اقوى من هيك. انا انولدت، انا الي حياتي، هو انولد، هو له حياته، وكل واحد فينا مفروض ياخذ قراره بحاله. انا بحس احلى شيء انك تكون بنت بس حره. Thank you.